هاك فيدات ازول في اللون. اليوم جيت نتقاسم معكم كيفاش غادي ندير لونتروتيان لا فيسيل ديالي، حيتاش البارح دات فيه الماعن باش نغسلهم وما خرجاتهمش ليا مزيان، خرجاتهم مضبين. الوغ ملي شفت لقيت بلي خاصني ندير ليها لونتروتيان ديال الشهر نسيتو. المهم جيت نتقاسم معكم كيفاش غندير ليها ونتقاسم معكم المنتجات اللي كنستعمل ليها. هانتوما انا حاطهم لكم كاملين هنايا وغندوي لكم عليهم من بعد. دابا غندوزو لاول مرحله هي نغسلو لو فيلتر ديالها ونديرو الملحه ونديرو الديتيرجون. المهم غتشوفوا معايا هادشي كامل في الفيديو ان شاء الله. باش يكون عندنا لاكسي لداخل انا غنوريكم كيفاش داير من الداخل. نورمالمون كل شهر خاصنا نديرو ليها لونتروتيان. كنحلو هنا كدورو هكا. المهم كل واحد هادشي غيتغسل، هذا تا هو نحيدوه، غسل هو الاول، هاد الفيلتر تا هو تحيد يتغسل. نورمالمون هادشي كنحتاو كيتحيد ولكن انا ما كنحيدوش، كنخليه هي تغسلو. هنا غنديرو الملحه من بعد. دابا غندوزو لهنايا باش نغسلوهم ونكمل معاكم. دابا غنغسل كل حاجه بلاصتها ونوريكم كيفاش غادي نديرو الديتيرجون. انا غنغسل كل حاجه بلاصتها في الكنس. غنهزو هاد الشيفون هكا ونمسح هنا. غتكون سهلة. نحطو اول حاجه هاد الفلتر ونسدو ليها. نغسلو أي حاجة كانت محلولة، أي حاجة كانت محلولة كنهبطوها كنرجعوها كيف كانت. بحال هادو كنهزوهم باش ديرو الكيسان. المهم كديرو داك الغيكلات اللي بغيتو. أي حاجة كانت مهزوزة رجعوها كيف كانت باش كلشي يتنقى مزيان. غنخليو لهنايا بالنسبة للديتيرجون اللي غنستعملو عندكم الاختيار. انا عندي هذا، عندي هاد الديتيرجون، مرة كندير هذا على حسب دوك ليطا باش خرجو ليا المواعن. كنعرف الا كانت موسخة بزاف خاصني ندير شي واحد قاصح، كانت غير شوية زعما كاين كندير هذا اللي خفيف. الوغ اليوم انا غندير هذا واحد اخر وني كي داخلي لكم التصويرة كيف قلت لكم قبل. انا هزو دابا هذا اسطروها وغنديروها هنايا فهاد الباك اللي كنديرو.
كنشعلوها كنجيو ناخذ البروغرام كان زعما كنشوازيو لو بروغرام اللي بغينا. بالنسبه لهذا كينصحوكم ديروا بروغرام نورمال اولا انتونسيف، وانتم على حسب كل ماشين اللي كيجي معها الكتاب ديالها شوفوا وعلى حسب البرودوي اللي غتستعملوا. ديما قاول زعما كاين ديما قاول هذا ديما قاول شنو مكتوب على ديما قاول شنو مكتوب على اي برودوي باغي نستعملوا. لي برودوي باش كنغسل ديناها ما بقاش باقا عندي وحده اخرى اون ستوك هي اللي غنجبد دابا نيت. ها هي عاوتاني نفس قلت لكم هذه ما كان هذه الملحه بالخصوص ما كنستغناش عليها. فوالا قلت لكم دوينا على الديتيرجون على الملحه، دابا غندوزو على البرودوي باش كنغسلو المعينات ديالنا زعما كل نهار. الوغ كاين هذا ديال فينيش، هذا زوين بالنسبه للكيسان وبالنسبه للتواصل وداكشي كيخرجوا كيلمعوا فيهم المعه زوينه. هذا ليكيد هذا سائل. ابري كاين هذا نيت ولكن كيجي كيجي بحال هكا كتحلهم عاد كتخشيهم في الماشين، كيتحلوا عاد كيتخشيو في الماشين كتجي على هاد الشكل ملي كتحلها وكتخشيها حتى هي فديك البلاصة اللي بغيتكم. وغندوزو كاين دغات بلاتينيوم بالحامض، هذا مازال ما حليتو. المهم كيما كيبان ليكم هنايا كيجي هكا كيما كيبان ليكم كيجي هكا، هذا حتى هو زوين ولكن إلا قلتو ليا بلاتي قبل. وكاين فيري كاين فيري بلاتينيوم بلوس حتى هو زوين لا كيبان لكم كي كيجي حتى هو بواحد الحامض. الا قلتي لي شنو كيعجبك بزاف نقول لكم دابو فيغي ابري فينيش عاد كيجي دريفت، ولكن الا قلتي لي اللي كناخذهم بزاف بزاف هما هاد الجوج. المهم هذا كامل كوساسوا بهاد بهكا ولا بليكيد زعما كوساسوا يكون بهاد ما عرفت شنو كنقولوا لهم بعدا كاين شنو سميت باباهم هادو. هيا مورا ما سالات هاتي ريحه كتخرج منها زوينه ريحه النقا انطفيوها. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى هاد النصائح وهاد البارطاج يكون يفيد يكون فادكم ولو غير وحده منكم زعما هاد الشيء يفرحني. يلا كبيده ديالي خليتكم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.